الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده ومميزه من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الاربعاء 4/9/24. النهارده هنتكلم عن موضوع لطيف جدا جدا ومش واخد حقه حتى على المستوى الاعلامي. لما بنقول يا فن، لما بنقول يا مسرح، وده قليل في الاعلام، لكن عمرنا ما قلنا يا مسرح يا ريس. فالحقيقه لاول مره في مساء الخير هيبقى معانا تلاتة من أكبر الناس اللي شغالين في هذا الفن دلوقتي. طبعا إحنا بقى إيه، الله يرحمه بقى الأستاذ صلاح السقا، والد أحمد السقا، اللي هو عمل الليلة الكبيرة، العرض اللي العالم كله بيتكلم عنه، تركب طيارة مصر الطيران تلاقيه، عملوه بشري وعملوه عرايس وعملوه بكل الحاجات، وكان إبداع غير طبيعي من صلاح جاهين وسيد مكاوي وصلاح السقا. مسرح العرايس عايش على العرض ده كسمعة يعني في العالم كله، يعني زي فرقة رضا كده في قطاع الفنون الشعبية. لكن ده جيل وراح، احنا كملنا. طب احنا عندنا جديد، طب عندنا جديد حلو، ولا عندنا جديد نص نص، ولا هيقضي وخلاص؟ الحقيقة لا، عندنا جديد وعندنا جديد حلو ومش يقضي وخلاص. النهاردة هيكون معانا ثلاثة مهمين جدا في هذا المجال. أستاذ الدكتور محمد سعد، أستاذ الديكور والمكياج بكلية الأداب جامعة حلوان، ومحمد صديق قديم وفنان كبير جدا جدا جدا، وهنستمتع معاه. دكتور أمير عبد المسيح، وده مصمم عرائس وبيعمل دكتوراه في هذا الأمر دلوقتي، وهو مدير دور العرض بقطاع المسرح اللي هو البيت الفني للمسرح. وهيكون معانا الفنان عماد عبد العظيم، واحد ربما يكون مش كبير في السن لكن من فعلا أفنوا عمرهم في هذا الفن ووصل لمستوى جيد جدا في آخر تجاربه، عرض مملكة السحر والأسرار اللي هو أخرجه أو عمل له الرؤية الإخراجية، في عرايس وفي مسرح أسود وفي فيديو وفي يعني حاجة كده، تركيبة تقارب ذوق الأطفال والشباب في السوشيال ميديا. والعرض الحقيقة يعني ده 9 شهر على التوالي بيتعرض هذا العرض، أو ربما 10 شهر من شهر 12 السنة اللي فاتت. عرض مميز جدا الحقيقة. دي الفقرة الحوارية. تعالوا بقى نخش في أهم حدث اليوم على الإطلاق. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه جه رجب طيب أردوغان الرئيس التركي في زيارة لمصر، وقدم دعوة رسمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا. السيد الرئيس راح النهاردة تركيا وعاد بسلامة الله لأرض الوطن منذ دقائق، يعني وإحنا طالعين التتر بينزل كان الخبر بتاع عودة سيادة الرئيس لأرض الوطن بعد زيارة رسمية وتاريخية لتركيا قام بها اليوم تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. في مستهل الزيارة بيقول المتحدث باسم الرئاسة إنها محطة جديدة في مسار تعزيز علاقات البلدين، تستهدف البناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأتي تأسيسا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين ثنائيا على المستوى الإقليم اللي بيشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين، أو على المستوى العلاقات الإقليمية كلها في المنطقة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك. النهاردة الظهر وصل سيادة الرئيس لتركيا في الزيارة الرسمية والتاريخي. الحقيقة عايز أقول قبل ما نشوف الفيديو بس إنه مش بالسهل أبدا عبد الفتاح السيسي راح تركيا، لأنه المواقف والأحداث اللي حصلت واللي مش بعيدة عن أذهان حضراتكم تطلبت جهد عسير من الدبلوماسية المصرية التركية منذ يعني أعلنت تركيا رغبتها في إعادة التقارب، وعملت خطوات جادة جدا سواء بخصوص الإخوان أو بخصوص الهربانين عندهم أو بخصوص قنوات الشتيمة اللي موجودة على أراضيهم أو بخصوص العلاقات الاقتصادية أو بخصوص المواقف المنسقة بين مصر وتركيا في الاتحاد الأوروبي. تركيا دولة مهمة جدا
وأنا بشكر السيد الرئيس على هذه التلبية، لأن دي قمة هذه المباحثات، إن عبد الفتاح السيسي يرى في إسطنبول. تأكدنا تماما من حسن النوايا اللي أكدها مواقف على الأرض تركيا، وتوجد بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر في فبراير، مع وعود قوية جدا باقتصاد مرحلة غير مسبوقة في الاقتصاد بيننا وبين تركيا. طبعا تركيا هتقولوا لي تركيا عندها ايه احنا عايزينه، يعني طبعا ممكن السؤال يسئل بالعكس، لان احنا عندنا حاجات كبيرة قوي 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 تركيا محتاجاها، وأدركت أنها محتاجاها، وأنها محتاجة ترجع لعلاقة طيبة جدا مع مصر، وأنه مهم جدا ليها. لكن تركيا عندها سياحة ما حصلتش، ممكن جدا يتحول جزء كبير منها عندنا. تركيا عندها صناعة ملابس غير طبيعية، عندها أدوات منزلية، عندها حاجات كتيرة قوي مميزة جدا فيها على مستوى الاتحاد الأوروبي. تعالوا نشوف فيديو استقبال السيد الرئيس في أعتقد هيبقى مطار اسطنبول الدولي، اللي هو المطار الكبير الرئيسي كمال أتاتورك، ونرجع مع حضراتكم. الاستقبال كان في أنقرة. أول زيارة لرئيس تركي منذ 2012 كانت لرجب طيب أردوغان على أرض مصر في فبراير الماضي 2024، ودي أول زيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي أيضا أول زيارة لرئيس مصري منذ فترة كبيرة. الرئيس أعرب عن سعادته البالغة بزيارته الأولى لتركيا ولقائه بالرئيس أردوغان، وعبر منشور على صفحته الرسمية من منصة فيسبوك قال: تجمع بين دولتين العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأثرة الجذور، تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك. لعل زيارة اليوم ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون
بين مصر وتركيا استنادا لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي وما يلبي طموحات وتطلعات شعبين الشقيقين. أما من جهة الرئيس أردوغان أعرب بدوره عن سعادته بزيارة السيد الرئيس السيسي لتركيا وقال عبر حسابه الرسمي منصة إكس أن تركيا ظلت بين أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر على مدى السنوات 10 الماضية. من ناحية أخرى يؤكد أردوغان على إقامة المشاورات والاتفاق على انتظام المحادثات والمشاورات لحل القضايا الإقليمية خصوصا قضية غزة، ويشدد على أن تركيا ومصر لديهما موقف مشترك بشأن القضية الفلسطينية. سيادة السفير أحمد القوسني مساعد وزير الخارجية الأسبق، مساء الخير يا فندم. مساء النور. سيادة السفير، طبعا مش عايز أقول مفاجأة، لكن عايز أقول أنه يعني هي كانت أخبار سارة أن احنا نصحى الصبح نعرف أن سيادة الرئيس في تركيا، وأنه يهمنا جدا إعلاميا أن احنا نعرف من سيادتك هذا المسار السياسي اللي عبد على مدار شهور حتى وصل بنا لزيارة أردوغان لمصر في فبراير وزيارة السيد الرئيس النهاردة لتركيا. كيف يستفيد منه الشعب المصري وبالتحديد الشق الاقتصادي في الزيارة؟ يعني دعنا نقول أولا أن الزيارة دي زيارة الرئيس السيسي، سبق أنظار الرئيس السيسي قبل كده وهو وزير دفاع تركيا، لكن زيارته الحالية جاءت لتتوج نقلة ضخمة ونوعية في العلاقات ما بين مصر وتركيا. أي. مصر وتركيا ظل 10 سنوات من العلاقات السلبية أيوة. منذ 2011. أي. اليوم احنا بنشهد اختراق كبير، قبضة أي. كبير. أي. وبنشهد إرادة مشتركة من الجانبين على تحقيق مصالح كبرى، على إقرار تعاون جيد ومفيد، على دعم التفاهم على المستوى الثنائي وعلى المستوى الإقليمي. هذه الزيارة أنا أعتقد أنها تشكل يعني محطة مركزية في تاريخ العلاقات المصرية التركية. تشهد يعني قضية زي قضية غزة مثلا، لأن التوقيت حرج جدا اللي تم فيه الزيارة بتاعة الرئيس السيسي، وحضرتك طبعا أعلم مني بالأجواء، نقدر نقول زي ما جاء في التصريحات القصيرة على منصات التواصل الاجتماعي للرئيس السيسي والرئيس أردوغان أن في تنسيق بخصوص القضايا الإقليمية وفي القلب منها قضية غزة. كيف ترى إمكانية العبور لسقف جديد في هذه القضية باجتماع السيسي وأردوغان اليوم؟ يعني أنت سألت سؤال نتوقعه أو يعني ننتظره أو نخمنه، دعنا نقول يعني من الشواهد والمعطيات الموجودة أمامنا في هذه الزيارة. كل من مصر وتركيا، كل من هما دولتين مركزيتين في الإقليم. وبالتالي عندما ننتقل من علاقات سلبية كان بها قبل هذا بعشر سنوات كان فيها مكون صراعي إلى علاقات تعاون وتفاهم وإلى إرادة مشتركة من الجانبين على تحقيق المصالح الإقليمية. أي. طبعا في الإقليم هناك حرب في غزة، وهناك عدوان في غزة، وهناك انتهاك لكل المعايير الإنسانية. وبالتالي كل من مصر وتركيا لهما تأثير على جارة في الإطار الجغرافي في الشرق الأوسط إسرائيل. موقف كل من مصر وإسرائيل يشكل عوامل كثيرة جدا للضغط في الرغبة في استقرار منطقة الشرق الأوسط واحتواء الصراع الحالي فيها. وبالتالي كل جهود مصر وجهود تركيا
هتتفق على احتواء هذا الصراع، هذا النزيف، والدفع بتبريد المنطقة المشتعلة. هل يا فندم بتشوف حضرتك انه العلاقة الجيدة جدا بين تركيا واسرائيل ايضا من الممكن انها تستثمر في هذه اللحظات للضغط لكي تتم صفقة تبادل رهائن، إدخال مزيد من المساعدات للناس اللي بتموت، وقف دائم لإطلاق النار؟ والرئيس السيسي النهاردة قال إن إحنا لدينا موقف مصري تركي ثابت بضرورة إطلاق إيقاف إطلاق النار في غزة، لأن كل من مصر وتركيا دولتين كبيرتين في المنطقة، ومن صالحهما أن تهدأ الصراعات في المنطقة وأن يتم احتوائها بشكل جيد. وهذه الصراعات التي نشأتها من إيران، من جنوب لبنان، من الحوثيين في الجنوب، من المنطقة يتم عسكرتها بالأسطول الأساطيل الأمريكية والقطع البحرية الكبرى، حاملات الطائرات، وتواجد للرئيس الأمريكي ووزير الخارجية. يعني هناك أزمة في الإقليم عندما يلتقي كل من الرئيس السيسي والرئيس أردوغان بمصالحهما الكبرى أيضا مع إسرائيل. بالتأكيد سيكون هناك دفعة لما هو أفضل، لتفاهم أفضل، لاحتواء أفضل للقضية، قضية غزة، لتثبيت الأمور، لوقف نزيف الدماء يعني. طب أخيرا سيادة السفير، تم التطرق في مباحثات الرئيسين لقضايا المنطقة، ليبيا، سوريا، السودان، الصومال. أحب أعرف تعليق سيادتك وماذا يمكن أن تضيف تركيا لقضية الصومال الحالية اللي دخلت فيها مصر بقوة إيمانا منها بالكيان الموحد للدولة الوطنية في أي مكان. يعني منذ أن جاء الرئيس أردوغان وهو يوسع علاقات تركيا بأفريقيا، وله زيارة مشهورة زار فيها هذه المنطقة والصومال أيضا، وكان له تواجد، كان لنا إحنا أيضا تواجد كبير من أيام عصر الخديوي إسماعيل في الصومال، وما زال الصوماليين يتذكرون في مستشفى ومدرسة وطريق معبد وبنك وشواهد يعني. وبالتالي شيء طبيعي أن المصالح تتفق أو تلتقي في نقاط كثيرة جدا. هو أردوغان يرى مصر معبرا إلى أفريقيا، ونحن نرحب بهذا. لا يعني ليس هناك مانع لدى مصر في ظل علاقات أخوية وعلاقات تعاون مصرية تركية كبيرة أن يكون لتركيا أيضا مصالح في أفريقيا. لا نستطيع، ربما التواجد التركي يضفي قدر من التوازن على خليط وتعدد كثير، من أول باجنر لقوات فرنسية في غرب ووسط القارة إلى عصابات موجودة وميليشيات موجودة ووضع سيء في السودان وأزمة مع أثيوبيا. يعني طبعا وجود تركيا ممكن أن يهدئ بعض الأمور، بعض الصراعات، أن يحتويها، أن يسعى لتهدئة المنطقة أيضا. بشكرك جدا سيادة السفير أحمد الأوسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق. خلال الزيارة عقد الرئيسين أردوغان والسيسي مؤتمر صحفي مع بعضهما. خلال هذا المؤتمر أعرب السيد الرئيس عن خالص شكره على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، أكد سعادته بقيامة أول زيارة له لتركيا ما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين، وجه رسالة للشعب التركي أنه بيحمل إليهم من مصر وشعبها أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير، وأشار إلى أن مباحثاته مع الرئيس أردوغان تناولت تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية
وتوسيع اتفاقية التجارة الحرة في البلدين لرفع التبادل التجاري ليصل إلى 15 مليار دولار. تعالوا نشوف جزء ونرجع مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة، أعرب لفخامتكم في البداية عن خالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، كمؤكد سعادتي بقيامي بأول زيارة لبلدكم الصديق بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين بلدينا. وأقول للشعب التركي الشقيق إنني أحمل إليكم من مصر وشعبها أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير. في ظل اعتزازنا بالعلاقات التاريخية والإرث الحضاري والثقافي المشترك الذي يجمعنا. السيدات والسادة، خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهارا مستمرا في التواصل بين الشعبين المصري والتركي، لا سيما من خلال الحركة السياحية المتنامية وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية التي تشهد نموا مضطردا، فضلا عن زيادة الاستثمارات التركية في مصر خاصة في مجال التصنيع. وفي ظل الرغبة الصادقة للبلدين في المزيد من تطوير العلاقات والتعاون وللبناء على نتائج زيارة فخامة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، فقد سعدت اليوم والرئيس أردوغان برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة، كما شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين بلدينا. وتناولت مباحثاتنا كذلك تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم وبيع منتجاتهم في مصر والتصدير للخارج. أما الرئيس رجب طيب أردوغان فخلال المؤتمر الصحفي رحب ب السيد الرئيس وأكد أن بلاده ومصر كانتا مهد الحضارات اللي شكلت تاريخ البشرية، وأشار إلى أنه يعمل مع السيد الرئيس السيسي باستمرار على تعزيز العلاقات العميقة والمتعددة الأبعاد بين البلدين من خلال جهود مشتركة، ويؤكد أن زيارته للقاهرة في فبراير الماضي كانت نقطة تحول جديدة في العلاقات الثنائية. تطرق أيضا للشأن الإقليمي ويؤكد رفض تركيا القاطع لاتهامات بنيامين نتنياهو لمصر أمس، وأشار إلى أن سياسات حكومة نتنياهو تلقي بالمنطقة والعالم كله في الخطر. تعالوا نشوف جزء من كلمة أردوغان في المؤتمر الصحفي بأنقرة النهاردة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تركيا ومصر دولتان عريقتان كانتا مهد الحضارات التي شكلت تاريخ البشرية. نحن نعمل باستمرار على تعزيز العلاقات العميقة والمتعددة الأبعاد بين بلدينا من خلال جهودنا المشتركة، ويسعدني أيضا أن أرى ثمار عملنا هذا. خلال لقائنا مع الرئيس السيسي في القاهرة قررنا إعادة هيكلة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. لقد عقدنا الاجتماع الأول لهذه الآلية اليوم، ومن خلال إعلاننا المشترك أكدنا إرادتنا في تعزيز تعاوننا في جميع المجالات بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة و الطاقة. تشكل التجارة والاقتصاد البعد الأقوى لتعاوننا، وفي السنوات العشر الماضية واصلنا من أن نكون من بين أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر، ونحن نتحرك بإصرار نحو هدفنا المتمثل في زيادة حجم تجارتنا إلى 15 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
تقدم رجال أعمالنا مساهمة كبيرة في الاقتصاد المصري، حيث تقترب باستثماراتهم من 3 مليارات دولار. نحن نشجع رواد الأعمال الأتراك على زيادة استثماراتهم، كما نرحب بالمستثمرين المصريين في تركيا، ونريد تطوير تعاوننا مع مصر في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي والطاقة النووية. يبدي الشعب المصري الشقيق اهتماما كبيرا بالثقافة التركية، ونواصل جهودنا لتعزيز جسورنا الثقافية والإنسانية. خلال الزيارة التاريخية، شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك. تعالوا نشوف جزء من هذا التوقيع ومراسمه، وبعد كده هنكمل برضو في نفس الزيارة وناخد مداخلة مهمة جدا. تفضل. مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية ومؤسسة المنافسة بجمهورية تركيا في مجال السياسة التنافسية، الموقعون من الجانب التركي بيرول كولا رئيس مؤسسة المنافسة، ومن الجانب المصري بدر عبد العاطي وزير الخارجية. Dördüncü anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Badr Abdelati, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu ile Mısır Arap Cumhuriyeti Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında yüksek öğretim alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وهيئة التعليم العالي بجمهورية تركيا، الموقعون من الجانب التركي أرول أوزوار رئيس هيئة التعليم العالي، ومن الجانب المصري بدر عبد العاطي وزير الخارجية. Beşinci anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mısır Arap Cumhuriyeti adına Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Sanayi Bakanı Kor General Kamel Abdelhadi Farag Al-Vazir, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ve Mısır Ulusal Demir Yolları arasında demir yolu sektöründe işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklardır. مذكرة تفاهم لتحسين التعاون في قطاع السكك الحديدية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وسكك حديد تركيا، الموقعون من الجانب التركي عبد القادر أوراغلو وزير المواصلات والبنية التحتية، ومن الجانب المصري الفريق كامل عبد الهادي فرج نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. صدر إعلان مشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا اللي عقد النهاردة برئاسة كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الرئيس رجب طيب أردوغان. الإعلان المشترك تكون من 36 بند، خلاله تؤكد مصر وتركيا إرادتهما لترفيع شراكتهما وتعاونهما في كل المجالات المستوى الاستراتيجي واستكشاف قطاعات جديدة للتعاون بينهم بناء على المصلحة المتبادلة والتضامن. دكتور يسري الشرعاوي مستشار الاستثمار الدولي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ ايهاب، ازيك ومساء على كل المتابعين. اهلا بسعادتك دكتور يسري. يعني النهارده اردوغان قال كلمة مهمة جدا، قال ان التجارة والاقتصاد يشكل حجر الزاوية في علاقاتنا معا. عايز أعرف من حضرتك، طبعا معروف للكفة أنه 6.6 مليار دولار كان حجم التبادل التجاري في 23 بيننا وبين تركيا، كان نازل بأكتر من 15% من السنة اللي قبلها 22 كان 7.8 مليار. دلوقتي في محاولة أو يعني نصبه إلى أن احنا نصل إلى 15 مليار
دولار زي ما عرفنا كمان وأكدنا على ده في زيارة أردوغان لمصر في فبراير. ياريت حياتك تكلمنا عن ده وتقول لنا إيه أفاق فعلا تحقيقه. يعني بداية دعني أعول على أن ما جرى اليوم هو صفحة جديدة مهمة جدا في العلاقات المصرية التركية، ربما عودة إلى بداية بدأت من فبراير الماضي عندما زار الرئيس أردوغان جمهورية مصر العربية. أي. هنا بتحدث عن موقف اقتصادي للخريطة الاقتصادية العالمية. أي. هناك حالة تغير في الخريطة الاقتصادية العالمية، هناك حالة توافق على أن تعزيز المصالح المشتركة هو الأمر الهام جدا. أردوغان يعلم تماما مدى أهمية السوق المصري ومدى أهمية تواجد مصر على مقدمة أفريقيا. أي. فالأتراك يتطلعون والسوق التركي يضغط جاهدا حتى يستطيع أن يعود إلى العمل المشترك مع المجتمع الاقتصادي المصري. ربما الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، عادت العلاقات المصرية التركية إلى المشهد بشكل فاعل. الحديث على المجلس رفيع المستوى وترفيع العلاقات إلى مستوى عالي جدا وهذا الزخم الحادث في هذه العلاقة ربما له تأثيراته وله مدلولاته ودلالاته. أحد أهم هذه الدلالات الإعلان اليوم عن منطقتين صناعيتين جديدتين كبيرتين لتركيا في مصر، أحدهما في العاصمة الإدارية والأخرى في 6 أكتوبر. هذا يعني أن هناك اهتمام شديد من رجال الاستثمار والصناعة الأتراك إلى الاستحواذ والدخول بعمق شديد للاستثمار في جمهورية مصر العربية. وهكذا دائما عودتنا الدبلوماسية الرئاسية المصرية بخطواتها المتزنة حول العالم في كافة محطاتها. لا طبعا ده يا دكتور بقى ده محتاج تشرفنا نتكلم فيه 3 ساعات، لأنه بالذات هندسة العلاقة بيننا وبين تركيا دي تتدرس بصراحة بالزبط. في قبل 10 سنوات اللي فاتت وفي خلال 10 سنوات، وازاي ان مصر عارفة ان تركيا راجعة وعارفة اهمية مصر، عارفة وانها ما وقفتش اي علاقات تجارية بيننا وبينهم، ولا وقفت ناس عندنا طبعا بيشتغلوا هناك. لكن عايز اسألك، منطقتين صناعيتين ده مش بس اهتمام من رجال الاعمال الاتراك، ده في تنسيق لتركيا كلها ان احنا نروح منطقة هنا ومنطقة هنا. اهم الانشطة اللي موجودة في المناطق دي ايه اللي هتنشأ ان شاء الله؟ يعني احنا نتحدث عن صناعات كثيفة متنوعة في منطقة 6 اكتوبر، وربما صناعات متوسطة ومشاريع اعمال في العاصمة الادارية. في تصوري الشخصي استاذ ايهاب ان هذا الحادث والحدث اليوم ربما يحمل المنطقة في بأسرها، لا سيما أن العلاقات المصرية السعودية والعلاقات المصرية الإماراتية تشهد حالة زخم وحالة دفء. فبإعلان اليوم وقراءة مصر للمشهد في 10 سنوات اقتصاديا بتؤكد أن مصر ما زالت تمتلك الحلول ولديها الحلول في مربع الشرق الأوسط. الآن العلاقات التي تتعلق بالطاقة وإنتاج الطاقة ما بين مصر وتركيا والحديث عن الغاز في البحر المتوسط وكل ما كان يصار في الماضي القريب سيتحول إلى نقاط قوة في المستقبل القريب بعد أن كان نقاط معاكسة. يعني بالضبط بالضبط. طب فندم بالنسبة يعني للملفين التانيين اللي تم فيهم يعني احنا اتكلمنا في حماية المنافسة، طبعا دي مسألة محتاجة كتفاصيل يعني وقت تمام كبير الحقيقة، محتاجة فقرة حضرتك تنورنا فيها يعني. لكن بسرعة كده، التعليم العالي والنقل وما نقاط التميز اللي ممكن تستفيد منها مصر من تركيا في المنطقتين اللي تم فعلا امضاء مذكرات تفاهم. اولا دعني قبل ان ادخل على ملف التعليم والنقل سريعا اتحدث عن الشكر والعرفان الى مجتمع المال والاعمال المصري. أي. فجمعيه رجال الاعمال المصريين ومجلس الاعمال المصري التركي بقياده الزميل عادل لمعي، وكذلك نحن كجمعيه رجال الاعمال المصريين افارقه مع جمعيه تركيا الافريقيه، حرصنا حرصا شديدا طوال الفتره الماضيه على ان يكون هناك خط ربط لا ينقطع ولغه التجاره والاستثمار تستمر الى ان تاتي لغه السياسه. وهذا هو مشهد نرى فيه كيف تسير الدوله المصريه وكيف يسير خلفها المجتمع المرئي الاعمال المخلص. اما ملف التعليم والنقل، لا قبل ما تقول ملف التعليم حضرتك قلت جمله مهمه جدا، ولنقارن قبل يعني 2011 كيف كان التلاسن وكانت القيادات السياسيه سايبه دابل، بالعكس كان منها من يؤجج
هذا التلاسن بين أكبر الكتاب في الشعبين، وده طبعا كان ضرر شديد. ما هنا يا سيد إيهاب دعني يعني أنتقل بك مباشرة إلى سؤال إلى العالم الذي يحاصرنا والعالم الذي لا يريد لنا الخير. ما رأي العالم الآن الليلة عندما شاهدوا الرئيس السيسي مع الرئيس أردوغان في اللقاء الثاني وهذا دفء بالعلاقة؟ هل يا ترى سيصمد مجتمع التآمر؟ سيصمد المجتمع الذي يحيك إلى مصر كل قضايا الصعوبة؟ اتفاق الشرق الأوسط واتفاق مصر وتركيا اقتصاديا وسياسيا ومحوريا ربما يكون له لغة في الملفات الهامة مثل ملف غزة، مثل ملف فلسطين، وأيضا من خلفنا ومعنا السعودية والإمارات وقطر. ربما سيشهد الشرق الأوسط في مطلع عام 25 يعني منظومة جديدة تقودها العلاقات المصرية التركية. دعني أعود بك إلى القطاع الخاص المخلص، القطاع الخاص الموالي للدولة المصرية والوطني الذي يستطيع أن يربط كل الخيوط. ولعلنا هنا نود أن نزيد ربطنا بالقطاع الخاص الأثيوبي حتى نحلحل أيضا ونساعد النظام المصري في الوصول إلى مستهدفاته. أما فيما يتعلق بالتعليم والنقل ففي الحقيقة تركيا تقدمت فيما يسمى بالتكنوساس بارك، ولديها التعليم التطبيقي ولديها التعليم الفني وبالذات في التعليم الجامعي البحثي. أما النقل فمصر قطعت فيه شوط طويل جدا، وربما تجربة النقل مع الفريق كامل الوزير كانت تجربة قوية جدا طبعا. ربما بعض الأماكن نقدر نفيد بنقل تجربتنا ونستفيد بتصنيع عربيات السكك الحديدية في العربية للتصنيع واستخدامها في وسائل النقل المصرية مع بعض الدول اللي دخلت معنا بالتكنولوجيا زي بولندا والمجر وألمانيا. إذن هناك حالة جديدة ربما نستطيع أن نتعاون فيها في تصنيع وإنتاج خطوط سكك حديدية وصيانة خطوط سكك حديدية. ربما يأخذني هذا الملف إلى الفكر البعيد ليس الفكر القريب، وهو أن نذهب بملف السكك الحديدية لتقديم الخدمات لدول القارة الأفريقية تركيا ومصر معا. العمل الاستراتيجي والشراكة الاستراتيجية ما بين الدولتين في العمق الأفريقي هو عين لهذا المجلس رفيع المستوى. صحيح. هو عين يضحى هذا المجلس رفيع المستوى. فالآن العالم يبحث عن تحالفات جديدة، عن اقتصادات جديدة، عن آليات اقتصادية حديثة، عن تبادل تكنولوجيا ومعرفة حديثة، وهذا ما سوف تشهده الفترة القادمة سواء على القطاع الخاص المصري أو القطاع الحكومي المصري الذي يدير الملف في أصعب حالاته السياسية وفي أصعب ظروف الجيوسياسية. ودعني أربط بك ربطا سريعا ما بين ما يجري في الصومال وما يجري في تركيا، ولعلنا نقول للعالم أن بالقطاع الخاص المصري وبحكومته قادرين على إدارة أصعب الملفات في أحلك الظروف إلى الأمام دائما بإذن الله. بشكرك جدا دكتور يسري ومنتظر حضرتك هتنورني. زمايلي دلوقتي بيتفقوا مع حضرتك على التليفون في الميعاد اللي تنورني فيه. دكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي شكرا جزيلا. تبقى لي في هذه الفقرة خبر واحد عن التضامن العربي الواسع اللي شهدته مصر بعد الاتهامات الخايبة اللي اتهم فيها أردوغان اسمه ايه ده عفوا اللي اتهم فيها بنيامين نتنياهو مصر بالأمس بأنها هي اللي معرقلة اتفاقات التعاون وتبادل الأسرى ومش عارف ايه. طبعا مصر رفضت ده رفض قاطع، وكمان بتتوالى بيانات تضامن عربي مع مصر رفضا للتصريحات اللي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد مصر وسط تحذيرات عربية من وقت جهود السلام بالمنطقة على يدين رئيس الوزراء الإسرائيلي. احنا شفنا طبعا انه تعمد أردوغان انه يذكر هذا الموضوع ان تركيا بترفض تماما الاتهامات الإسرائيلية. السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه التصريحات، تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة هذه التصريحات. قطر تعلن تضامنها التام مع مصر ورفضها لتصريحات نتنياهو اللي حاول بها الزج باسم مصر لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي. الكويت تعلن تضامنها مع مصر وتؤكد أن تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لإقحام مصر لتشتيت الانتباه عن جرائم بلاده. سلطنة عمان تعلن تضامن ووقوف تام مع مصر في رفض وإدانة تصريحات رئيس الحكومة حكومة الاحتلال وتحذر من نتائج هذه التصريحات الاستفزازية. الأردن المملكة الأردنية الهاشمية تؤكد أن المزاعم الإسرائيلية تمثل تحريض مدان وتزيد من التصعيد الخطير في المنطقة، وتلفت النظر لرفض أيضا
لهذه المزاعم الإسرائيلية من الأمين العام للجامعة جامعة الدول العربية السيد سفير أحمد أبو الغيط، اللي وصفها بأنها قنابل دخان للتغطية على رغبة نتنياهو في إطالة أمد الحرب. شكرا جزيلا. فاصل قصير ونتحدث عن مسرح العرائس.